الله الرحمن الرحيم. أبو الدكتور محمد عبد الله، رئيس الجمعية العلمية المصرية للمريجة وأستاذ باحث في المركز القومي للبحوث. بنتكلم النهاردة عن شجرة المريجة، شجرة اللي هي قديما كقدماء المصريين استخدموها. طبعا دي ليها مستقبل اقتصادي باهر، وبنعرف بيها المزارعين والمصدرين والمنتجين ان شجره المورينجا اللي احنا واقفين تحت ظلها دلوقتي هي عباره عن نبات بيقول عليه مالتي يوز بلانت او متعدد الاستخدامات. ممكن ازرع شجره المورينجا بقرنتين، ممكن ازرعها كشجره زي ما احنا شايفين كده، وبنزرعها اثنين في ثلاثه او بين الشجره والشجره مترين، وبين الصف والصف ثلاثه متر. فالفدان بيحتاج حوالي 600 شتله، وشتله في حدود 5 جنيه لحد 10 جنيه، يعني بتتكلم حوالي 3000 ونص او 4000 جنيه الفدان. من خلال زراعه الشجره بعد سنه ونص بنحصل على شجره المورينجا من البذور، ومحصول البذور بيبدا فيه بعد سنتين من زراعه الشجره حوالي نص كيلو بذره من الشجره، فبيبقى مرابط 350 لنص طن بالنسبه للفدان بذور. ده بيبقى ثمنه حوالي 50,000 جنيه لنص طن تقريبا في الايام الاسعار الحاليه، وممكن يتضاعف كل سنه عن التاليه. فده بيبقى عائد اقتصادي كويس جدا للاستهلاك المحلي لانتاج الزيت وكذلك التصدير. ده بالنسبه لزراعه شجره المورينجا كشجره. وممكن زراعه المورينجا بصوره اخرى كثيفه، اللي هو بنزرعها بالبذره، فالفدان بياخد حوالي 20 كيلو بذره، الكيلو البذره بحوالي 200 جنيه، فبيبقى حوالي 4000 جنيه برضه. والنباتات بتزرع 15 سم بين النبات والاخر، و 90 سم بين الصف والاخر، وده بيتحش بعد 3 شهور بعد النباتات بيكون ارتفاعها 80 سم للمتر. والتكلفه او الانتاجيه بتاعت الفدان بتبقى حوالي طن ورق مورينجا جاف السنه، وده بيبقى في حدود ثمنه حاليا في الاسعار الحاليه من 50 ل 60 الف جنيه. بناء على ذلك لازم نذكر واحنا بنقول الزراعه بتاع المورينجا العمليات الزراعيه بتمر بيها نقدر نعملها صح للمورينجا. المورينجا ما بتحبش الميه، غير محبه للميه، فالري بيبقى على فترات متباعده شويه عن المحاصيل الاخرى. ممكن لو ري بالتمرير يبقى مره كل اسبوع في درجات الحراره المعتدله، ومرتين في الاسبوع في فترات الحر العاليه اللي هي شهر 7 8 9. اما عمليه التسميد فهي غير شرهه للتسميد، فممكن نسمدها بكميات قليله اللي هي في حدود 200 كيلو نيتروجين و 150 كيلو بوتاسيوم و 150 كيلو فوسفات بالنسبه للتسميد في السنه، وبنتقسم على ثلاث او اربع قطاعات. نبات المورينجا بيدخل في طور صقول لانه نصف متساقط من شهر 12 لحد شهر مارس، وبيعاود النمو ثاني بالنسبه للحش، او بيعاود اظهار وانتاج البذور ثاني بالنسبه للاشجار. ودوت اقتصادات المورينجا من الاقتصادات العاليه جدا اللي بنتمنى ان هي تسود في مصر، لان المورينجا بتزرع في الاراضي الاستصلاح الجديده بتزيد فيها، وكذلك بتزود في الاراضي القديمه او الاراضي السوداء، واستهلاكها للميه منخفض زي ما قلنا، استهلاكها للتسميد منخفض، وهي نادره الاصابه بالامراض والحشرات، يعني ما بنرشش عليها منتجات، وبناء عليه بيبقى تقريبا المنتج اللي عندي بيبقى عضوي ومناسب للتصدير. وعمليات التجفيف لابد ان تكون تجفيف في الظل وليس في الشمس، عشان ما نكسرش المواد الفعاله اللي موجوده في ورقه المورينجا. وبكده نقدر نقول ان احنا غطينا جزء كويس من العمليات الزراعيه واستزراع المورينجا وزراعه المورينجا بصوره الشجره او انتاج البذور او الكسيخ لانتاج الاوراق والاعلاف للناشئين.